مرحبا أحبابي، اليوم بدنا نعمل مع بعض وجبة كتير طيبة ورائعة، رايديس بالرز والكاري. عنا أول شي رايديس رز، غسلت الرز وصفيته أكيد، زيت نباتي، نص ملعقة صغيرة كركم، عقدة صفراء، ملعقة صغيرة ملاني بهار الكاري، ملعقة طعام ملح، بصل صغيرة قطعتها بهيدا الشكل، حبتين توم، جزر قشرتن وقطعتن بهيدا الشكل، فليفلي حلوة خضرة وحمرة. وعنا بدنا نستعمل مي. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. حطيت الزيت بالطنجرة، كمان بحط البصل والثوم، بقليهم على الغاز، حط فوق البصل والثوم رشة ملح صغيرة، بس قليت البصل والثوم بهيدا الشكل شي بسيط. هلأ بقلي الجزر، كمان بقلي الجزر شي بسيط، هلا بحط الفلافل، القرنفل كمان بقليهم شوي، حط بهار الكاري والملح، العقد الصفراء والمي. حطيت كوب ونص مي، هلأ بتركن ليغلوا مع بعض. بس صار عنا بالرز مي خفيف بهيدا الشكل. هلأ بخفف الغاز على الأخير آخر درجة وبغطي الطنجرة، بتركن حوالي 7 دقايق بيستوي عنا الرز. هيدا الرز بعد 7 دقايق صار بهيدا الشكل النهائي. وجبة عن جد بنصحكم تعملوها، كتير كتير سهلة وسريعة وطيبة، ما بتاخد معكم وقت أبدا بالتحضير. هيدا الشكل النهائي. بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكم، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي أحبابي.